تمشي الكره لفريق البيتيس 31 حلوه برشا. ريال بيتيس عنده البدايات، كره حلوه وخطيره، يدخل منطقه الجزاء، يعطي باس يشوط جول، والحارس كايلور نافاس يمنع البيتيس من التقدم بهدف وشوط جول. عطو كان جول عطو البيتيس 1-0 الريال بيتيس عن طريق فابيان. قلت لك انه ليس مقياس انه وضع في الارقام، وضع في الخطوط في الاتاك. اليوم ملاقات الريال هي دافع، ملاقات المدريد تحدي، ملاقات المرينجي حافز، وفابيان رويس يشعل المباراه بهدف عالمي. كيكولاسو ديال ريال بيتيس، شوف الكونتر، شوف السرعه، شوف الدخول بسهوله، دانيلو كارثي، التصدي من كايلور يفسخ خلطه الرفيق، ولكن كره ترجع، يضرب ضربه صدر، حد كره بمينه، فلتسلم يمناك يا فابيان او سيخودو. سيخودو 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 يفرح جدوده. 1-0 على يمين كايلور نافاس. كرة من ذكريات زيدان تتذكرها يا زيزو في استاد الجلاسكو، هدف الانتصار بش توني كروس. خارج كرة إيسكو، مارسيلو يمشي، مارسيلو ماش خطا يقول الحكم، يلعب كرة مارسيلو بعيد كل البعد عن مستواه اليوم البرازيلي، يلعب كرة أخرى لكارفاخال، الحل نعاودها هو كارفاخال، يمشي بالكرة خامس رودريغيز حاط الكرة، يمشي الهجوم خطيرة جدا، خامس جول بنزيما، التعادل الملك الريال، خامس كروس بنزيما، اسيست جول للريال مدريد، هدف التعادل الملكي، هدف التعادل بعد معاناة، هدف التعادل في الدقيقة 70، والهدف التاسع لبنزيما في اخر 25 هدف. هل هناك تسلل مليح في الباس؟ شكله اوف سايد خامس، شكله متسلل خامس، بل اكاد ازم انه التسلل.